احلى حاجه في الدنيا حقيقي العطاء. قد ايه محروم قوي يعني، وغلبان قوي ومسكين، وانا بشوفه انا بوصفه بالمحروم بالمسكين اللي ما يعرفش قيمه العطاء، اللي عايش حياته بس عشان ياخد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا رب بما علمتنا، وزدنا يا رب علما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أفضل نعمة في الحياة نعمة العطاء، نعمة التضحية، نعمة البذل. هذه النعمة الله سبحانه وتعالى أمرنا بها في القرآن، في كل آيات ربنا سبحانه وتعالى في الصدقة والحث عليها، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني ربنا سبحانه دلينا وأمرنا بالصدقة والإنفاق والعطاء والبذل. كذلك الله سبحانه وتعالى في المصارعة إلى الجنة ودخول الجنة، سارعوا سابقوا، فأمرنا كذلك الله سبحانه وتعالى بالبذل والعطاء والحث على فعل الخير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان القدوة صلى الله عليه وسلم في البذل وفي العطاء. كان صلى الله عليه وسلم يأتيه من المال الكثير جدا جدا، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يجعل هذا المال يبيت في بيته، ولكن كان يوزعه صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي نقل هذا الخلق لزوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ستين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أتاها في يوم من الأيام 100,000 درهم، وفي رواية 80,000 درهم، مبلغ كبير جدا جدا جدا. طبعاً وقتها 80,000 درهم أو 100,000 درهم مبلغ كبير. ستين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت صائمة في هذا اليوم، ولكنها أنفقت وبذلت وأعطت كل محروم، وأعطت كل سائل، يعني وبذلت كل ما كان في جعبتها وفي وسعتها من هذا المال، حتى أتى موعد الإفطار. فقالت لجاريتها هات الفطار، هاتين الفطار نفطر. فقدمت لها هذه الجارية يعني خبز وزيت، زيت زيتون. فقالت لها عائشة رضي الله عنها وأرضها، أين الطعام؟ قالت والله يا أمي، هل ادخرت شيئا من هذا المال أشتري به طعاما؟ قالت والله ما وجدت اللذة والحلاوة إلا لما انتهيت من إنفاقها كلها. كل المال 100,000 أو 80,000 درهم. صدقة عظيمة جدا إن هي تعمل كده. طيب هل الصدقة بيبان وقتها، يعني بيبان أثرها بس في الدنيا ولا في الدنيا وفي الآخرة؟ طبعا الصدقة لها يعني أثر كبير جدا، لها أثر على الفرد ولها أثر على المجتمع. طبعا أثرها على الفرد يعني زي متحرك إن هي تدخل السرور والهدوء والانشراح في القلب. سيدنا ابن القيم اللي حضرتك ذكرتيه في المقدمة قال كلام جميل جدا جدا، ذكر هذا الكلام عن رسول الله، وذكر هذا الكلام من هذا المعنى الذي استشعره في لذة الصدقة. قال إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الدنيا يا أستاذ رباب فيها جنة؟ مع كل المشاكل اللي بنشوفها، مع كل العنت والكبت، ربنا قال لقد خلقنا الانسان في كبد شقاء وعنت. تفين الدنيا. ولما سئل الامام احمد ابن حنبل عن الراحه قال مع اول قدم في الجنه. ابن القيم بيقول لا، الدنيا فيها جنه، الدنيا دي فيها جنه وفيها راحه. قال ان في الدنيا لجنه، من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. قالوا وما هي يا امام؟ قال هي جنه الانس ولذه الانس وحلاوه الانس بالله. ان انت يا استاذ رباب وحضرتك وانت بتدي زي ما قلت ذكرت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد اللذه والراحه والفرح والسرور في قلبه اشد مما يجد الفقير وهذا الفرح وهذا السرور. ليه؟ لان احنا اللي محتاجين للفرح، احنا اللي محتاجين ان احنا ندي مش ناخد، احنا اللي محتاجين للاجر والثواب اللي ياتي من خلف هذه الايه؟ هذه الصدقة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زي ما قلت لك هو سيدنا النبي كان مدرب كل البيت، البيت كان مدربه على صدقة، أصحابه كانوا مدربوا على صدقة، بعضه بتعلموا منه، درب الأمة كلها صلى الله عليه وسلم، فكان القدوة والمثل الأعلى على الصدقة. فكان عندها شاه ذبحتها عائشة وتصدقت بها، فدخل النبي عليها صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة هل تبقى شيء؟ يعني انت وصلت لحد فين؟ قالت يا رسول الله ما تبقى الا كتفها. قال لا يا عائشه، بل بقيت كلها الا كتفها. الله، لان ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. باقي صحيح، سبحانه وتعالى، سبحان الله. طيب